السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم أخواني وأهلا وسهلا بكم. معكم زياد هادي، أستاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من العراق، أشرف بكم. واليوم احنا عندنا شلون تعرف مقام الصبا، سلم مقام الصبا، بإضافة إلى هناك تمرين أيضا راح يخدمكم ويفيدكم بنفس الوقت بمناسبة الدروس الجديدة اللي حاليا بالعطلة واللي هي راح تخدمكم جدا. أول ما تعرف أنت كهاوي أو ما تريد تعرف تقرأ نوطة أو تقرأ نوطة، لازم أنه مقام الصبا هو ياخذ سي بيمول، مي كار بيمول، صول بيمول. قبل ما أبدأ، الدورات الموسيقية 8 محاضرات شهرية ممكن تقدر تشترك بها، هي أونلاين، وموجود رقم الواتساب أسفل الفيديو تقدر تتصل بيه ونتفاهم بخصوص الموضوع. أول في فيديوهات سابقة أو راح تجي لاحقة، دائما أركز على أنه كل مقام إلى بداية بدرجة استقرار، يعني مثل ما الحجاز نبدأ من الري في الري، نزول من الري إلى الري وهكذا. اليوم احنا عندنا مقام الصبا هو يبدا من الري ايضا الى الري، لكن هناك اكو اصابع، يعني احنا نبدي ري مي فا صول لا سي دو ري، من الري الى الري، لكن هناك عندنا علامات، عندنا سي بيمول، عندنا مي كار بيمول، وعندنا هنا صول بيمول عرضي اللي موجود في في داخل الدليل، يعني في داخل السلم اللي موجود تجي عرضي، تجي علامة اللي هي صول بيمون. طبعا هو أجناس بصبا على الري وبكرد على اللا الحسيني، وأيضا عندنا بالنزول حجازي يصير عندنا على الفا. لذلك راح يكون عندنا كالتالي، من تريد تعزف السلم الصبا يصير عندك، طبعا هو لازم تمرن أصابعك، دائما تفتح أصابعك وتمرنها حتى يكون عندك الرابع، لأن هو بي الرابع. هذا ميكار، شوف أكو بعض الإخوان يقولون نصفية، تسمية نصفية هي مو هي العلامة النصفية، إذا هي ما تخفض نص، هي تخفض ثلاثة أرباع، تخفض ثلاثة أرباع الكار بيمول، واضح؟ بس يستخدمون النصفية ليش؟ لأنه البيمول هنا والكار هنا والبي طبيعي هنا، أوكي؟ هاي واحدة. فيصير عندك شو يصير عندك؟ هذا صول بيمول الرابع اللي مكان صول بيمول، يعني معنات فاديز، يعني مكان فاديز، اوكي. يصير عندك نازي نزل، كملنا وعرفنا السلم كيف يكون. الآن نذهب إلى التمرين، التمرين راح يكون قدامي. أنا طبعا عندي نوطة، راح أخلي أمامكم نوطة، واللي يسمع ما يحفظ نوطة يعزفه على اللفظ اللي أنا راح أقوله. ري مي فا صول لا سي لا صول فا صول فا مي فا مي ري ري مي ري دو ري مي فا صول فا مي فا مي ري مي فا مي فا مي ري مي ري دو سي دو ري مي فا صول مي صول فا مي ري ري سي لا سي لا سي دو سي لا صول لا ري لا صول لا صول لا سي لا صول فا صول فا صول لا صول
الأخير لكم لا صل فا مي صل فا مي ري فا مي ري دو ري مي فا صل فا مي ري مي ري. هذا التمرين الجميل جدا تقدر انه انت ينقلب عندك الى دوزان او تقدر تعزفه. يعني شو الدوزان؟ يعني قصدي انه تقسم بي من خلال ما يكون دوزانك مضبوط، دوزان الاوتار اقصد، فيسمع تقدر تقسم بي مي فا صل لا سي لا صل فا صل فا مي فا مي ري. أنا راح أقسم لك بعدين أقلب لك هذا التمرين إلى تقاسيم أيضا، أكون أنه قد وفيت جزء لكم أخواني، وأنا استقبلكم بالدورات الموسيقية وشرف إلي الكبير. وطبعا إلي الشرف بمعرفة الأخوان الأعزاء كلكم في عراق الحبيب ووطننا الحبيب ووطن العربي وكل أخوان الأعزاء في كل العالم. أتمنى أن استفاديته، وأيضا أنتظركم بدورات موسيقية. تنسوا اللايك والاشتراك، وتحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.